فلسطين بلدنا حبابة. هذا اللحن الخالد الذي صاغه شمس الدين حسن الخليفة وغيره من الأغنيات التي تغنى بها حسن خليفة العبراوي. ولعلي أقف بكم عند معنى عظيم لما صاغه الشاعر إسماعيل حسن وتحدى الزين: بلادي حنان أناس حنان يكفكف دمعة الموجوع، يحب الدار يموت عشان حقوق الجار، يخوض النار عشان في الدمعة، كيف الحالة لو شافوها سائلة دموع. هذه المعاني الوطنية التي صيغت في الشعر السوداني منذ عهد ما قبل الجلاء وأثناء خروج المستعمر ومن بعده شكلت الوجدان السوداني. لا شك أن الأغنية الوطنية على مدار سنوات بناء هذا الوطن شكلت دونا رئيسيا في ثراء الوجدان السوداني. نحن نحتفي برفقتكم بذكرى الاستقلال المجيد، دعونا نقلب الدفاتر والأوراق وربما نقيم محاكمة ومرافعة للأدباء والمثقفين على ما قدموه وما قصروا فيه. للحديث أكثر عن دور الأغنية الوطنية في الاستقلال، أسعد بأن أرحب بضيفي داخل الاستوديو دكتور أمير النور، الباحث الموسيقي والأكاديمي حبابك عشرة في قناة الشروق ومنورنا في ظلال الأصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بك نزار عبد الله البشير، وأيضا يعني أشكر الأستاذ الزبير سعيد وقناة الشروق لإتاحتهم لنا هذه المساحة. يعني أنا سعيد جدا يعني أن أكون على شاشة قناة الشروق. مرحب بك يا دكتور، وخلينا نبدأ مباشرة بدور الأغنية الوطنية في الاستقلال. نعم، هما أول يعني أنا أفتكر أنه كونه خضر حمد وإبراهيم أحمد ويعني زي ثلاثة أربعة من أعضاء البرلمان، يعني هم اللي من عرفوا إنه خلاص الإعلان الاستقلال حيكون يوم 19 ديسمبر 1955، يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام الناس إبراهيم أحمد وخضر حمد ودرديري ديل هم اتصلوا بالفنانين. يعني أنا بقول إنه أول ناس عرفوا إنه الاستقلال حيعلن بعد يومين هم الفنانين، فديل قاموا اتصلوا بالفنان أحمد المصطفى، كانوا كده نغيب الفنانين، وعلى الدين حمزة كان رئيس الأوركسترا، قالوا لهم نحن سنعلن الاستقلال بعد يومين، أنتوا جهزوا نفسكم. ففعلا فاتوا علي حامد البدوي، وده قام طوال ساغلين لي غرام وماني في سموك وميداد، عشت يا سوداني عشت يا سوداني عشت يا سوداني. فأنا أفتكر إنه هم طبعاً الفنانين أول ناس والروم إنه الاستقلال حيكون بعد يومين. ففعلاً في صبيحة ذاك اليوم يوم الاثنين اللي هو يوم 19 ديسمبر الساعة 11 وربع صباحاً اللي من الدبكة أعلن إنه اليوم السودان أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة، نرجو ما عليكم إبلاغ دولتين حكم السودان كده. فهنا كانت والي في عربية كاشفة، كان أحمد المصطفى بالعود ومعه على الدين حمزة بالكمان، فكان لفوا العاصمة دي كلها بيغنوا عشت يا سودان. جميل دكتور أمير، ونحن نتكلم عن دور الأغنيات الوطنية في الاستقلال لابد من أنه نفصل أنه عندنا ثلاثة مراحل. مرحلة النضال الأولى ابتداء من ما خطه خليل فرح ورفاقه والعطبراوي ورفاقه وغيره من بقية المناضلين، مرورا بالمرحلة بتاعت الاحتفال اللي ذكرتها أنت قبل شوية أحمد المصطفى ورفاقه وهم بيغنوا للاستعمار، وفيه حسن خليفة ذاته العطبراوي بيغني يا غريب يلا لبلدك، ومرورا بالأغنيات اللي أعقبت الاستقلال عشان تشكل الوجدان وتزجي روح الحماسة في الشعب. في دور مهم جدا يجب أنه ما نغفله، وهو دور الأغنيات التراثية في استقلال السودان وفي التغني بحب الوطن. نعم، انا يعني لو قمت عملت طواف كده سريع، يعني نحن لو قلنا نبدا مثلا من الجزيره من وسط السودان، يعني مثلا لمن عبد القادر الحبوب اللي من قاوم الاستعمار ومات يعني شنقو ومات باستفسال، يعني حتى الناس يعني فقامت قالت في ورقيه قالت له بتريد اللطام اسد الكداد الزام هزيت البلد من اليمن للشام. فافتكر انه كل السودانيين بقبائله وبإثنياته كله ساهموا في استقلال السودان. يعني حتى نمسك من النوير، يعني ثورات النوير، يعني النوير ديل هم عملوا كم ثوره، يعني مثلا
يعني اني ورد انا بقول لهم يعني صوبادك نيجي نياماك ولا يل صوبادك نيجي نياماك ولا يل اشلو مشار وينل انوير ادينكا اندان تنجي فندان غليكويل فندان باي شريك دي غليكويل كوغا غناغوا غبيت با ادنو الشرب عندي دلو يا مالكور غود يا يا مالكور غود يا يه يه مالوا يا غود يكانجي ام بالله يا بالله كل النازل سهم في ثورات طبعا يعني حتى اللي من نمشي لعلي الميراوي ونمشي للمقع جبنا او اللي هو بيتو السلطانه مندي استرسلت يعني شال الرضيع في ظهره وحتى الخواجات قالوا ده الفارس ده من وين فحتى قالوا لي يا كن انت تندا مندي كن تندا تندا لي 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 مندي كن تندا تندا دي الثوره قامت 1917 قبلها برضو في هناك في الجنينه المساليك ضد الفرنسيين برضو ناس استفسلوا عملوا ثوره وفي ثوره في ثوره ما قاعد تذكر اصلا اللي هي ثوره الانقسام ثوره الانقسام دي يعني بدت من 1916 لحد 22 غادا واحد كجور اسمه فيندي كيم. فيندي كيم ده هو كجور من ابناء القسنه اللي من قاموا الانجليز فرضوا ضريبه 7 ريال على البشر، يعني البشر عملوه زي الحيوان انه تدفع 7 ريال. دي كان سموها زمان الدقنيه مش كده؟ ايوه. فقاموا القسنه دي شباب القسنه قاموا بثوره بقياده فيندي كيم ده. فيندي كيم يعني غاد ثوره قويه جدا جابوا له تجريده وانتهى منها وثاني الانجليز قاموا بيبحثوا عنه وحتى قاموا رشوه بعربيه. جابوا العربية عشان يبطل الحال بعمل فيه ده قال لي يا ولد جيب قش عربية ده باكل قش باكل ما باكل قش ما بجيب لبن انا ما داير حاجه ما بجيب لبن فرفض العربيه فقام طلع في الجبل فوق هناك وبقى يقاوم الانجليز فبعد ذلك طبعا من الانجليز يعني هددوا انه حيبيدوا شعب الانقسنا حيوبات فقام جه سلم نفسه من لا 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 يعني نزل سلم نفسه بعد ذاك طبعا شنو كده لكن اللي من نازل طبعا غنوا له بالانجسن غنوا له يمي او دام سارو غمرديا اباما دو مدي لجي غام سلا وارد غاتون واوا ام سلي يمي او دي طبعا بينزلوا بها الكجور حقهم فسلم نفسه ومات ميتة بتاع الابطال يعني الثوره دي ما قاعد تذكر يعني انا طبعا حتى بقول انه كل السودان ده شارك يعني كل الاسناد يعني حتى في الشرق يعني عثمان دقنا طبعا يعني اللي من كسر المربع الانجليزي يعني لبس العساكر البوت مقلوب يعني الجزمه لبسها هنا مقلوبه فدي الانجليز افتكروا ان دول ده ماشي شرق وهو ماشي غرب لحد ما عمل الكماشه دي وغدى على الانجليز فالنظريه بتاعت عثمان دقنا لحد الان بتدرس في كل الجامعات العسكريه في امريكا وين بيدرسوا كيف عثمان دقنا ده قدر قضى على الزول الهدندوي ده يعني الهدندوي عندهم والقشورنا من الكلايفنا بيد بيتنا نادرونا ثنا ديل التب داويد التجري ديل ناس البن عامر عندهم هوي هوي مرحبا بعلى سيف مرعوي هوي هوي مرحبا ابشر بولو مرعوي فارس فلا قبيلة شوف حتى بيغنوا للفارس بعلى سيف يعني السيف وكده ف يعني عشان برضه ناس الشمال ما يزعلوا الحلفاوين دي برضه هم برضه ناس الشمال برضه يعني قاموا يعني ما سكتوا يعني ناس الشمال عندهم طبعا انا حافظ لهم نموذج بيقول مستر قاشر 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 قشندلك الجناني او نوبا قاشر 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 قشندلك الجناني مل النشري قاشر ذهب نشري قاشر سكر نشري قاشر قشندلك الجناني او مستر قاشر قاشر فانا افتكر ان كل السودانيين دول كلهم بيميلهم وبكل طوائفهم كلهم ساهموا في صنع هذا الاستغلال يعني كل السودان يعني كان في دارفور كان في كردفان يعني ناس دارفور طبعا برضو يعني السلطان علي دينار طبعا معروف انه غاوم الانجليز يعني حتى هو يعني كان هو عامل حكم ذات يعني ما استسلم يعني علي دينار ناس دارفور طبعا برضو نقوم نغني لين بريدا في دارفور بريدا حرموني لي بريدا ريت عزة بريدا سلاح الرزة بريدا عدو نفزة
بريد الشارع عصايتا بريد القاري ايتا بريد كتب دوايتا بريد في دارفور. شوف حتى الغنى بتاعهم لمن كتب دوايتا وقاري ايتا هم لانه كسروا الكعبه الشريفه, يعني كان بيكسروا الكعبه لمده 500 سنه, يعني الكعبه حتى كان بتكلف 20 مليون ريال زمان. شوف الناس بيكسروا الكعبه دي قبل كم 500 سنه. فكل السودان حتى كمان هناك برضو في, يعني عشان الناس كردفان ما يزعلوا برضو, المسيريدل قاموا جدعوا العراق ولبسوا الكاكي وبعدين الكاكي طبعا كان في ريشه هنا بيلبسوه, وبعدين بيقول ديل صبحوا ديل غربوا ديل صبحوا ديل غربوا ديل تكو ريشه بتماجو عندي الصغار عندي جوهر راكبين ماسكين قلم راكبين طيار من النهود لبارة من الضيل لنيالة وشوف جمال بقارة ورقصتهم مع النقارة أرعاجكو. فأنا أفتكر أنه ما نسي الزور صح, لكن حتى برضو أنا درجع برضو للنيل الأزرق. نعم. عندهم أغنية علم السودان جير, أعتقد. أيوة. برضو واحدة من الأغاني اللي ساهمت في إذكار روح الوطنية. نعم. يعني في النيل الأزرق برضو, يعني الناس يعني بطوائفهم المكونات تاعت السلطنة الزرقاء كلها موجودة. طبعا الـ 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 الحمج عندهم غنام والبرتي عندهم غنام, لكن الأغنية بتاعت عالم السوداني جيرة دي بيسموها الأغنية بتاعت البلنقرو. يعني شوف يا أستاذ نزار, المزامير اللي عملت الأغنية دي هي اسمها البلنقرو, وهي مقطوعة بنفس النظام بتاع فيثاغورس. يعني إذا كان إحنا قلنا بوصة باثنين بوصة أربعة بوصة ثمانية بوصة 16 بوصة, دي ما زي الأشكال الموسيقية المتوالية والنوار الاثنين والنوار أربعة والبلانش اثنين والكروش ثمانية والدبل كروش 16. نفس النظرية, أول نظرية في الموسيقى مطبقة عند البرتادير. عشان كده اللي من ألفه ألم السوداني جرا هيا ألونغتيا ألم السوداني جرا هيا ألونغتيا لا 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 لا. يعني شوف غنوا للعلم. فطبعا ديل اصحاب السلطنه الزرقاء اللي حكمت السودان 317 سنه, وللاسف طبعا انه يعني ما كتب عن السلطنه الزرقاء قليل جدا بما كتب عن ثورات ثانيه. يعني السلطنه الزرقاء اول دوله اسلاميه بعد نهايه الاندلس ب 13 سنه 1800. السلطنه ما قامت 1504. هناك 1498 قامت 13 سنة 96 قامت انتهت الأندلس, قامت يعني نار الإسلام اللي انطفئت في الأندلس انطفأت هناك. هنا قامت طوالي في السودان في السلطنة الزرقاء اللي هي حكمت 317 سنة, والأربعين سنة الأخيرة هي حكموا الهمج. طبعا الهمج هم الآن هم يعني نحن نتمنى إنه المشاكل الحاصلة, والحمد لله حس بدأت تزول المشاكل القائمة بين الهمج وبين الهوسة وبين المكونات, لأنه الناس في النهاية هم كلهم صانعين للثورات. وأنا دار أقول للهمج دار أقول لهم وللمكونات إنه يعني الناس دي في ثقافة بيناتهم. يعني إذا كان الزول اللي يغني للهوسة ده هو أصلا من الهمج, يعني الجمري ده ما من الهمج أصلا. يقول كودين كسلا سونغاري دكاكا مجي قربا كودين قربا سونغاري دادامونا مجي حلفا تاري اللو تاري اريا تاري اللو ماتات اللو لو كواتاتا اللو لو كا. وبعدين الزول بغني للحمج هناك هو صاحب سرعية من الهوسة, يعني بيقول ود الماهي ولا بناتا خور البودي ولا بناتا جبل فازغلي ولا بناتا يدي ميلي ولا بناتا يدي ميلي ولا بناتا ما شاء الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله أنسافر يا دوار لما سالك عندك ساجا كتب جلا من جاسجنا سميكا لقندرة يا جوشا. يعني نحن طبعا بنشكر ولدنا المصغر الكبير عاصم الطيب, لأنه هو نشر هذه النماذج يعني من فات أستراليا هناك عشان يقرأ في معهد الموسيقى, فقام غنى لهم الغنى ده بتاع القمز وكده وهناك.
فقام وقال لي انت اصلا ما جاهز انت يعني نحن يعني قال لهم بس ادوني شهاده بس لكن واصل. طيب يا دكتور بعد السياحه دي كلها ذكرناها في الاغاني التراثيه والوجدان السوداني اثر بالايقاعات ذكرت لي انه عبد القادر الحبوبه لما قام ثورته وشنقوه غنوا له بتريد اللطام وسد الكداد الزام هزيت البلد من اليمن للشام ايضا كان في التغني للابطال وكان سبب رئيسي من ازكاء روح الشجاعه عند الشعب السوداني وبالتالي القتال ببسالة شهدناه منذ انطلاقة الثورة المهدية وحتى نهايتها في كده لغنوا برضو ما دايرا لك الميت امر ما دنشح دايراك يوم لقى بدميك تتوشح الميت مسولب والعجاج يكتح أحيى عليه سيفه اللي بيسوي التحو أيضا الأغاني الحكامات اللي كان هدف الرئيسي تشجيع الأبطال فنتكلم برضو عن التغني للأبطال ده ودوره في إزكاء روح الحماسة للقتال ضد المستعمر البغيض. هي طبعاً نحن يعني أنا أرجع لك تاني يعني طبعاً نحن إذا قلنا أغنية عزة طبعاً هي أصلاً العزة محمد عبد الله زوجة البطل علي عبد اللطيف وهي لمن الطلبة الحربيين قاموا بالمظاهرة المعروفة اللي هو بكامل زيهم وعتادهم يعني كانت يوم 9/8 1924 كل الطلبة الحربيين قاموا عددهم 51 لغاية محمد الشناوي فقاموا وطلعوا مظاهرة بزيهم مظاهرة سلمية وفاتوا طوال العزة دي وزغرتت لهم الكلام ده كان هناك يم مستشفى النهري حسن المستشفى بتاع حسن العيون ده هناك مع المهل كان الاعتصام ده فقامت العزة قامت غادت المظاهرة يعني العزة محمد عبد الله اللي هي زوجة البطل علي عبد اللطيف وكان بترسل طبعا زوجها كان في السجن في كوبر كان بترسل الرسائل بيجيبها من ناس عبيد حاجة الأمين وعلي عبد القادر وحسن صالح وكده ديل بتاع اللواء الأبيض بيشيل منهم ال- 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 الكلام بيكتبوه في ورقة صغيرة بتخطها لبيتها في ضفائرة في الضفائر في ضفيرة البيت البيت تمشي لأبوه في السجن أبوه بيشيل الورقة دي بيقرا المكتوب شنو بيرد عليهم يعني وده الغايد بتاعهم فقاموا قالوا يم ضفاير قودي الرسن وقت فيه فليحيا الوطن فانا بقول انه يعني البطل عزة هي اول امراه تقود مظاهره في 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 السودان فجات اغنيه عزة في هواك واللي هي اصلا هي مقصود بها الوطن يعني العزة اصلا رمزية لكن رمزية لانه مستعمر كان غابع في الوقت ذاك وكان ناس خليل فرح ديل بيخشوا بيتفوز هناك يعني هم زي محل له كده لكن عشان يلهوا عشان الانجليز يفتكروا انه ده محل بتاع له يعني ما محل بتاع لكن من تجي الساعه 2 صباحا هم خلاص بيعملوا اجتماعاتهم بكره المناشير حتتعلق وين والموكب وين وكده فبيقوم بيجي عبد الله خليل بك بيجي بيشيل الورق ده بيقوم بيعلقه المناشير فكان في دارفوز دي ولدت الاغنيات القويه ما هو عارف قدم المفارق بعدين أو اللي هو أقصد فلغ الصباح وعزة ذاتها أغنية عزة دي يعني حتى هو من يقول عزة ما سليت عزة ما سليت وطنا الجمال ولا ابتغيت بديل غير خذيني باليمين وأنا راقيت شمال في الوقت ده طبعا كان خليل فرح وصيب بدا التيوبركولوزيس لأنه كان هو كان 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 بسهر الليالي عشان يعملوا الاجتماعات دي عشان كيف يفكروا انه يعني المستعمر ده يطلع من السودان فيعني الابطال يعني الابطال يعني هم سبب في انه كل السودان ده شارك يعني بس خليني اجيب بيك عند النقطه بتاعت كل السودان ده شارك وده محورنا اللي جاي اللي هو مشاركه القبائل المختلفه في السودان بتنوع ثقافات واداب وفنون وابناء في استقلال السودان يعني اذا مشينا شرق السودان عثمان دقنة بعدك حتى امراء المهديه بنلقى انه مثلا عبد الله تعايشي من غرب السودان ونلقى عندنا امراء من مختلف القبائل غير الامراء اللي شاركوا في الثوره المهديه بنلقى يعني المناطق السكانيه المختلفه الشارك بنضاله باغنياته بكلماته اي زول كان عنده دور في الاستقلال فذوبان الفوارق الفرديه والفوارق القبليه هو اعتقد ده كان السبب الاساسي في انه السودان ينال استقلاله يعني الناس ما كانوا بعينه لبعض ده جاي من وين ولا ده قبيلته شنو ولا ده تعليمه شنو كان الهدف واحد فنحن دارين نقيف عند نقطة إنه الاستقلال ده ذاته درس المفروض نتعلمه أن إحنا عشان نستفيد منه في الحاضر. يعني أنا بقول كل يعني حتى الهوس ذاتهم كان عندهم ناس شاركوا
في 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 مغامره المستعمر بالمناسبه. في زول من الهوس ده كان زول مشهور يعني في المهديه يعني كل الاسميات الموجوده دي لو قلنا السودان ده لو قلنا فوق 500 كم وقبيله يعني بعد في سراجيروم نقول بقت مثلا 400 كل الاسميات دي كلها يعني كل القبائل دي كلها شاركت في 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 في, في المهديه. حتى كان الجيش بتاع الخليفه عبد الله التعاشي ده مكان مكون من كل الاسميات في السودان كلهم يوم درمان هنا. ويعني حتى ترى لو حصل لاسماء الاحياء في درمان بيت المال وحي الامراء وحي جناد كل اسامي بتاعت ناس والنوباوي ده كلهم كانوا امراء يعني كانوا امراء في المهديه وكانوا وشاركوا ناس حمدان ابو عنجه وناس زاكي طمل وكل السودانيين دول. فنحن نقول انه الابطال يعني كل السودان ما في ما في ما في يعني انا ما بعرف ليه اسنيه ما شاركت يعني كل الاسنيات دي يعني شاركت. فلماذا نحن الان ليه يعني مثلا ليه اللي بيحصل ده شنو في 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 الفتره دي يعني انا بقصد انه المشاكل الحاصله بيناتنا دي ليه تحصل ونحن اصلا في النهايه يعني احنا لنا 68 سنه احنا لنا الاستقرار احسن لنا 68 احنا لنا حزب طمانينه ده لنا حزب بامن نحس بانه احنا ناس يعني نبذ خطاب الكراهيه والتعايش السلمي يعني يعني انا يعني ثاني برجع لك معلش يعني بقول حتى الكلام اللي حصل بين الهوس وبين المكونات السلطنه الزرقاء في النيل الازرق يعني اذا كان نحن عرفنا انه سنه 36 الفنان الكبير عايش الفلاتيه لمن جات من سكتاو هناك مع ابوها موسى يحيى وامها هجره جو فاتوا الحج وما رجعوا نيجيريا جو قعدوا في كسله ولدوا في كسله وسنه 36 عايشه الفلاتيه تزوجت من احد ابناء السلطنه الزرقاء ابناء القمص اسمه خميس فضل المولى من القمص بوكيده من المكونات اللي بتاع السلطنه. اذا كان في زي تمت سنه 36 مصاهره بين هوسه وبين القبائل الموجوده بعدك تشوف المصاهرات الحاصله وكده. فانا ما عارف انه ليه بس ونحن يعني انا طبعا انا الكلام ده كله بعممه يعني كان الحادث في لقاوة ولا في دارفور ولا في الجنينه ولا خلينا نحن نطرح السؤال ده ونقول على عاتق المثقفين وعلى عاتق السياسيين يجدوا له إجابة. وخليني أطرح عليك السؤال الجاي وهو هل بيحتاج الغنى الوطني لأدوات خاصة غير اللي بيحتاج الغنى العاطفي أو بقية الأشكال الأخرى؟ أكيد طبعا يعني إحنا بنفتكر إنه يعني يعني بعد ما محمد وردي عمل اليوم نرفع استقلالنا أنا شايف إنه الناس يعني ما أدوا الغنى الوطني ده ما أدو حقه يعني. حتى كان في المهرجان عمله محمد الأمين نحن نشكره عليه إنه عمل مهرجان الأغاني الوطنية. فأنا أفتكر إنه الأغاني الوطنية اللي اتعملت في فترة سابقة يعني أنت اللي بتمسك من عبد الحميد يوسف عمل أنا حبيت يعني حتى بيخاطب في البنات بيقول لهم هل تدروا حبيت مين؟ واحدة بتقول له حبيت الجمال بيقول له أبدا حبيت النيل أبدا حبيت في النهاية بيقول لهم أنا حبيت السودان. فده عبد الحميد يوسف ابراهيم الكاشف انا افريقي انا سوداني جاء عثمان حسين اللي هو الغنى الاغنيه بتاعت حسين بازرعه اللي بلادي انا ترارارير وبعدين شوف يعني مين انا دا يعني دار اقول مين يوسف مصطفى التنين من في الفؤاد العنايه وانا معي ما بخش مدرسه المبشر وعندي معهد وطني العزيز يعني الناس كلهم لحد ما جاء احمد المصطفى غنى اليوم عيدك يا وطن يا عثمان الشفيع عمل أحرار في بلد حرة عمل له الخورشيد وبعد ذاك الأغاني الوطنية سيد خليفة يا وطني ترارارارا. فكل الفنانين الرواة يعني من الجيل بتاع الأربعينيات ناس الكاشف وعبد الحميد يوسف لمن حسن عطية غنى الخرطوم قام محمد مصطفى فات لعبد المنعم عبد الحي في مصر قال له دار اغنيه لام درمان غنى انا ام درمان وانا ام درمان ذاتها هي اغنيه وطنيه لانه بيقول هلا انا ابن الشمال على ابن الجنوب ضميته يعني شوف الوقت ذاك ضميت ايوه. وبعد ذاك لمن احمد مصطفى غنى يا فتاه الوطن يا فتاه الوطن بتاعت صديق مدثر حسن عطيه طوالي فات لحسين عصام منصور قال له دار اغنيه وطنيه فغنى الليله يا عديله وانت يا سعاد ننشد الحريه يعني حصل عطيه غنى إذن لكل ما ذكرت دكتور أمير يعني لكل هذه المعاني اللي ذكرتها والتنافسية العالية حتى كانت في الروح ما بين الفنانين
واحساسهم بالمسؤوليه تجاه وطنهم. هل تراجع دور الاغنيه الوطنيه في انها توحد القلوب والانتماءات بعيدا عن الانتماءات الوطنيه، عفوا بعيدا عن الانتماءات السياسيه الضيقه؟ نعم تراجع كثيرا، وده ناتج لانه انا يعني معلش خلينا اقول بكل جراه انه لانه الاجهزه الاعلاميه مفترض تفرد مساحات واسعه للاغنيه الوطنيه. يعني طوالي ما شرط انه لحد يجي يوم 19 ديسمبر زي يوم الليله احنا قاعدين حتى 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 الناس تتكلم عن الوطن، لا مفترض الاجهزه الاعلاميه والناس القائمين على الاجهزه الاعلاميه، انا بقصد خاصه الاجهزه الاعلاميه التابعه للدوله، انه مفترض الاغنيه الوطنيه تكون موجوده طوالي، يعني ما ينتظروا لحد ما يجي هذا الاستغلال ولا يجي كده، يفرضوا مساحات واسعه جدا للاغنيه الوطنيه، يعملوا مسابقات، زمان كان في مسابقات انه هذا دايرين نعمل اغاني وطنيه يا جماعه، ما خلاص احنا سمعنا سيد خليفه بيغني يا وطني، وسمعنا احمد مصطفى بيغني اليوم عيدك يا وطن وكده، نحن دايرين اغاني جديده، يعني نعمل مسابقات نشجع انه الشباب ديل في ملحنين موجودين، يعني حسن عمر الشاعر ربنا يديم الصحه والعافيه، وفي ملحنين قاعدين، نور محمد جمعه قاعد، وفي ملحنين قاعد موجودين، والفنانين اصوات الجميله موجوده، والشعراء موجودين، يعني لحد ناس مختار دفع الله ربنا يدي الصحه والعافيه، وتجاني حالي موسى والحلنجي كلهم موجودين، ممكن يكتبوا عن 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 الوطن. انا حاسس الليل تفرق جدا للاغنيه، ما ننتظر لحد ما يجي يوم 19 ديسمبر ولا يجي يوم 1/1 كده. جميل، نحن والله شاكرين لك كثير الدكتور أمير النور الموسيقي والأكاديمي، نورتنا في ظلال الأصيل، وكل عام وانت بخير، كتر خيرك. والله أنا برضو في الختام بقول إنه أنا سعيد جدا جدا إنه يعني أنتوا قناة الشروق ونزار والزبير سعيد، والله سعيد انه تفردوا هذه المساحه يعني تدونا نقوم ندلو بدلونا ونقول كل شيء بصراحه وبوضوح، انه احنا بعد 68 عام ان شاء الله يعني السودان يستقر وننبذ الخلافات بتاعتنا ونعيش تعايش سلمي وننبذ خطاب الكراهيه بيناتنا، نحن السودان ده واسع جدا جدا، الموارد فيه كافيه، عندنا 11 نهر، الزراعه 200 مليون فدان صالحه للزراعه، يعني في واحد سألوه قال الحجر ممكن يقوم في السودان ده، يعني السودان ده مش بيشيلنا كلنا موارد كتير ونحن ممكن نكون سلة غذاء العالم. لماذا طبعا التطاحن دولي؟ كتر خيرك. دي كانت مساحتنا مع الباحث الموسيقي والأكاديمي دكتور أمير النور، والحديث عن دور الأغنية الوطنية في الاستقلال.